انا يعني ملاحظات ذاكرها في زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سمبل، بس مو اشكال نعيدها. يعني طلاب من نبيد نحول فعل للتصريف الثالث على مود نخليه المبني المجهول مثل ما قلنا نضيف له ايدي، يعني المبني المجهول كنا نقدم المفعول به بعدين نخليه فعل مساعد، والفعل نخليه له ايدي نحوله للتصريف الثالث ايضا مثل الماضي. بس شلون بالحاله؟ خلينا ناخذ مثال. طبعا كل الافعال تاخذ ايدي، بس اكو شغلات لك انتبه عليها. اولا اذا كان نهايه حرف اي لا يلفظ، بس نضيف لدي مثل كلمه سمايل يبتسم، شوف بس حطيت لدي سمايلد. ليش؟ لان بالاخير عندك هنا هذا الحرف الاي بالاخير الذي لا يلفظ، سمايل مو سمايلي، سمايل صير سمايلد. ارايف للفي، ارايف بس دي قاعد احط لها. ليش خليناها بس دي؟ لان هي اساسا منتهيه بالحرف اي الذي لا يلفظ، بس خلي لها دي ما يعتاز. النقطه الثانيه، اذا كانت نهايه الفعل حرف واي وقبل حرف صحيح، هاي هواي مرات يعني ما اخذيها، اذا حرف الواي قبل حرف صحيح، مو حرف عله، مو اي واي واي او يو ذني الخمسه، لا باقي الحروف كلهن، اذا قبل حرف صحيح نقلب الواي الى اي ونضيف اي دي، نقلب الواي الى اي ونضيف اي دي. مثل هذا شوفه كراي باوعها سي ار، هنا انا ار، هنا الواي يقلب، هنا انا قلبت الواي باع السي ار نفسهن. هذا الاحمر تبع انا قاعد اكتب لك اياه التغيير، هذا باللون الاحمر يعني قاعد يتغير فقط اللي تغير، والاضافات باللون الاسود يعني نفسه ما مغيره. كراي صارت كرايد. ايضا كلمه ستدي باوع ستدي، باوع كلمه ستدي عندك هنا، أنا. شوف عندك كلمه ستدي صارت ستديد، هاي الاي دي شوفها، الواي هذا الواي انقلب عندنا الى اي، هذا الواي انقلب الى اي وضفنا له اي دي، والا باقي الحروف فقط نفسها. هذا شو وقت؟ فقط اذا كان قبل حرف صحيح، مو اي واي واي او يو، مو ذني حروف العله الخمسه، لا باقي الحروف الانجليزيه كلها صحيحه. يعني هذا باع الواي قبل دي، لا بي ولا اي ولا اي ولا او ولا يو. النقطة الثالثة، وهم ايضا هاي ماخذيها بالاي ار والاي اس تي، وحنعيدها المرة الثانية. إذا كان عندنا حرف صحيح واحد من النهاية، نهاية الفعل، وقبل حرف علة واحد فقط، من النهاية من نانا. حرف صحيح واحد قبل حرف علة واحد، واحد يخاف يقول استاذ شنو الحروف الصحيحه والعله؟ باب العله هذين وياهن، الاي والاي والاي والاو واليو، خاف واحد يسال، وباقي الحروف كلها صحيحه. باوعهن واحد مو اثنين، دير بالك، ما لي علاقه بالبدايه، من النهايه. يكون حرف صحيح واحد وحرف عله ايضا واحد. يتكرر عندنا مثل كلمه ستوب، ستوبت، شوفه يتكرر عند الحرف الاخير، فلان، هذا الاي حرف، هذا حرف صحيح وقبل حرف عله واحد اللي هو الاي. ايضا هذا هنا البي حرف صحيح وقبل الاو حرف عله واحد، فلان صير بلاند ايضا عندنا، عنده اضافه الايدي. انا طلاب هاي النقطه الثالثه بها استثناء، نستثني من هذه القاعده بس، يعني خاف تشوف نهايته اكس، نهايته واي، نهايته دبليو، لا. وقبل حرف عله مثل هذه يقول والله اي هذا تنطبق عليها القاعده الثالثه، لا ما تنطبق عليها، ذني الحروف الثلاثه الصحيحه ما تنطبق عليهن. باقي الحروف الصحيحه كلها تنطبق عليهن، هذه تصير عليها النقطه الثالثه، لكن ها اذا لقيت ذني الحروف لا تطبق عليها هاي القاعده، حتى اذا كانت حرف صحيح واحد وقبل حرف عله واحد، اذا لا تطبق. مثال على ذلك عندك فيكس باعه يصلح، الفعل يصلح، هذا الاكس باعه حرف صحيح وقبل حرف عله واحد، بس ما تطبق لان ذني استثناء فيكس بس حطت له ايدي. ايضا عندنا بلاي، واعتقد هواي مرات ماخذين البلاي، شوفه الواي عندك وقبل حرف على واحد، المفروض احنا عندنا هنا يكرر الواي، لا ما يتكرر، بس ضيف له ايدي، ذني الحروف الثلاثه اللي هي الدبليو والواي والاكس ما لهن علاقه، ما يتكرر هنا، ذني مجرد بس ضيف لهن ايدي. تعال